مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، أبدأ معك بحشد التيار وصلاه الجمعه المنتظره لتيار الصدر. صلاة الجمعة بالنسبة للتيار الصدري هي فعالية جماهيرية بطبيعة الحال، إذا كانت الظروف السياسية ظروف طبيعية وليست ظروف استثنائية كالآن، وبالتالي تكتسب هذه الصلاة التي ينظمها التيار الصدري الآن، حيث بنفس الوقت الذي نتحدث فيه تكتسب أهمية أكبر باعتبار أن ستكون هنالك كلمة أو خطبة تنقل بالنيابة عن السيد الصدر أمام المعتصمين بالقرب من مجلس النواب العراقي كما حدث في الجمعة السابقة والجمعة التي سبقتها. يتوقع أن تكون هنالك الكثير من الآراء السياسية في هذه الخطبة، أو ربما تتسم هي بالأساس بطابع سياسي. سيعلق الصدر على الكثير من الأحداث التي جرت وستجري، وربما يوجه أنصاره للتعامل مع المرحلة السياسية الحالية بطريقة أو بأخرى، سواء كان باتجاه التصعيد أو باتجاه تخفيض التوتر على مستوى الشارع. قبل قليل أيضا صالح محمد العراقي الذي يكنى بوزير الصدر نشر تغريدة هاجم فيها خصومه السياسيين أو خصوم التيار الصدري السياسيين، وهاجم بالتحديد زيارة عمار الحكيمي للمملكة العربية السعودية وشكك في نواياها بشكل كبير، وكذلك شكك بنوايا الإطار التنسيقي في إيجاد حل بالأساس، وذكر بأن التيار الصدري قد اتهم مرارا وتكرارا بأنه يطبع مع بعض الجهات وسيل من الاتهامات التي أكيلت للتيار الصدري. بالتالي ينتهج التيار الصدري حتى هذه اللحظة لهجة التصعيد، لم يحضر في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء العراقي على المستوى الوطني من أجل تذويب الخلافات، ويستمر بالاعتصامات على الشارع، مما يبين بأن التيار الصدري لم يتراجع حتى هذه اللحظة عن موقفه الرافض. مصطفى، ماذا عن ما دعت إليه قوى التغيير المدنية بحل البرلمان وإجراء أيضا انتخابات مبكرة، وكيف انعكس ذلك على الشارع العراقي؟ يعني الشارع العراقي الآن يصب جل انتباهه على التيار الصدري وعلى الإطار التنسيقي باعتبار هاتان القوتان يمتلكان الكثير على مستوى الشارع وحتى على مستوى الثقل السياسي. أما قوى التغيير والديمقراطية والقوى المدنية لم يكن لها التأثير الكبير حتى على مشهد الشارع والتظاهرات التي شهدها الشارع العراقي منذ بداية هذا الشهر وحتى الآن. وكذلك أيضا هذه الدعوات هي دعوات تكاد تكون مشابهة بحسب الكثير من العراقيين لما يطالب به التيار الصدري من حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإجراء تعديلات كبيرة على المشهد السياسي العراقي وانتخاب أو تشكيل حكومة تكون قادرة على حل الإشكاليات التي يواجهها العراق وتكون أيضا ذات غالبية وطنية. ربما يختلف طرح قوى التغيير الوطني بأنها تريد حكومة مقبولة من الجميع، وهنا تتقارب بشكل كبير مع الإطار التنسيقي الذي أيضا يدعو إلى تشكيل حكومة توافقية. طيب، ماذا عن تصريحات عمار الحكيم والتي دعا إليها كافة الأطر السياسية والأحزاب السياسية العراقية إلى الجلوس والتفاوض من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة العراقية؟ يعني هذه التصريحات هي مشابهة بشكل كبير لكل ما يصدر عن قادة الإطار التنسيقي الذين استمروا ويستمرون بالدعوة إلى الحوار وتغليب لغة الحوار بعيدا عن التصعيد والجلوس على طاولة واحدة وإفساح المجال للحوار السياسي بين مختلف الفرقاء السياسيين، باعتبار أن الوضع السياسي حاليا يشهد أزمة ربما تكاد تكون غير مسبوقة منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة. الظروف التي يمر بها العراق على المستوى السياسي ظروف استثنائية، البرلمان العراقي معطل ولا يمكنه ولا يتمكن من أداء عمله التشريعي في سن القوانين الجديدة، الحكومة العراقية تقف بالوسط من جميع القوى السياسية وتحاول أن تمنع الأمور من الانزلاق، الشارع العراقي مشحون بشكل كبير وهنالك معسكران طبعا للتظاهر والاعتصام سواء من إطار التنسيق أو من التيار الصدري، وبالتالي تأتي دعوات السيد عمار الحكيم من أجل محاولة استقطاب وجذب التيار الصدري إلى طاولة الحوار، خصوصا وإنه قد رفض العديد من تلك الدعوات التي طرحها العديد من قادة الإطار التنسيقي سواء هادي العامري أو حتى من قبل السيد العبادي أو أيضا من السيد الحكيم الذي كرر دعوته للتيار الصدري للجلوس على طاولة الحوار. مصطفى، دعنا ننوه إلى هذا الخبر الذي أتانا لتو بأن التيار الصدري بالعراق يحذر الإطار التنسيقي من نفاد صبره بسبب الإساءات. أريد منك مصطفى أن تسلط لنا الضوء، ما المقصود بهذه الإساءات؟ يعني ربما فصلها بشكل واضح صالح محمد العراقي في تغريدته التي نشرها قبل قليل، ذكر بأن كان هنالك سيل من الاتهامات التي وجهت للسيد مقتدى الصدر
اتهم بأنه أقرب إلى المذهب السني من المذهب الشيعي، اتهم بأن له تبعية خارجية، اتهم بالكثير من الاتهامات بأنه قد اكتسب الكثير من الأموال على حساب الشعب، أو إنه حتى لا يمتلك القدرة السياسية لخلق وضع سياسي جديد. هذا فصلها صالح محمد العراقي في تغريدته، وذكر العراقي بأن صبر التيار الصدري قد ينفذ، وإنه قد يتخذ ربما موقف مغاير من التيار من إطار التنسيق وبقية الخصوم السياسية من أجل إيقاف مثل هكذا اتهامات. واستشهد أيضا بمثل بلاعب كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، وذكر بأنه عندما كان يتعرض للكثير من الإساءات فإنه كان ينتظر الوقت المناسب للرد. بالتالي ربما هذا يشير إلى أن التيار الصدري قد يتخذ خطوات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أنه لا يزال يرفض الجلوس على طاولة الحوار، وبالتالي يجب أن تكون له أو يكون له رد فعل سياسي بحسب الكثير من المختصين.